سبب بس يعني يا باركام البوليس دونا في المدارس يا باركام البوليس والشهيد خلوا فيا لا تنازل على القضية لا تنازل على القضية لا تنازل على القضية لا تنازل على القضية وتعيش حرة يا بلادي تعيش حرة يا بلادي تعيش حرة يا بلادي تعيش حرة يا بلادي. نحن حاضرون اليوم كأساتذة مفروض علينا التعاقد بجهة رباط صلى القنيطرة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تزامنا مع شوط آخر من أشواط المحاكمات السورية التي تعرض لها التي جاءت نتيجة الاعتقال السياسي الذي تعرض له مناضلنا وزملاؤنا إبان الإشكال النضالية التي جسدناها بالرباط خلال الموسم الفارط. ويعني كبداية فإن خلاصة هذه الجلسة كالعادة فقد تم تأجيل هذه الجلسة بعدما تم منع الأساتذة المتابعين وهم 13 أستاذ من الولوج لقاعة المحكمة للمرة الثانية على التوالي. تم منعهم للمرة الثانية على التوالي من الولوج لقاعة المحكمة بدعوى أنهم لا يتوفرون على جواز التلقيح وهي طبعا درائع وهي نرفضها ورفضها الشعب المغربي قاطبة. فيما يخص هذا الأمر هذا ديال منع المتابعين من ولوج المحكمة كان الأمر واضح بأن سيتم المنع ديالهم لأن الهدف ديالهم واضح. هذه نقطة. النقطة الثانية كان منع سابق للمجموعة من المتابعين من ولوج المحكمة في المحاكمة السابقة والآن تتم المنع ديالهم. هذه فقط أعذار واهية. نحن مستمرون في النضالات ديالنا وفي تحصين دواة المناضلة وتحصين المتابعين ديالنا. هاد الأساتذة لم يرتكبوا أي ذنب، الذنب ديالهم الوحيد هما أنهم دافعوا عن المدرسة العمومية من خلال احتجاجهم السنة الماضية في كل من شهر مارس وأبريل وتم اعتقالهم على هذه الخلفية ديال احتجاجاتهم اللي كانت سلمية طبعا ومشروعة. نؤكد أن هذه المحاكمات هي محاكمات سورية وندينها بشدة ونقول بأن هذه المحاكمات لن تزيح الأساتذة المفروض عليهم التعاقد يعني على المسار ديال المعركة ديالهم بأننا مستمرون إلى غاية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتحية للجميع. اليوم كنقبة داعمة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. اليوم حنا في هذا السياق ديال المحاكمات اللي كيتعرضوا لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ما يمكن لنا إلا ندينوا هذا الأسلوب ونشجبوه لأنه الغرض منه بالأساس هو الفرملة ديال النضالات ديال النساء ورجال التعليم. هذه المحاكمات الماراثونيه اللي كيتعرضوا لها الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد ماشي هي الحل ديال المشكل الرئيس اللي هو المطلب الاساسي اللي هو الادماج ديال الاساتذه في اطار الوظيفه العموميه. لا عالمنا وانا مخزن خاين وطننا مكتوب على عالمنا مكتوب على عالمنا والمخزن خاين وطننا والمخزن خاين وطننا وقت الحاجيلي وقمعنا وقت الحاجيلي وقمعنا وقت الحاجيلي وقمعنا.